ابني ابني ابني. طيب أنا رح حاول أعمل شي لحتى تشوفي. أوه بس حبيبي بس. شو صاير له؟ ما بعرف شو ما عم يسكت بنوب. هاتي لأتمشى فيه شوي بركي بيسكت. مثل ما بدك. حط إيدك تحت راسه. انتبه له. مظلوم انت بدك تتمشى؟ بدك تتمشى مو؟ ضحك لشوف لعمك محمود. ضحك يلا. الوضع مو عاجبني بنوب. شو هو اللي مو عاجبك جيمو؟ طلعت روحي لحتى خلص من زليخة عمتي. طلع لنا هلا ابنها الحرام. شو دخل هي بهي جيمو؟ دخله كتير عمتي. على عيني طفل وبريء ومات خالي أليف. وبدكن تقولولي الله عطاه الروح. آمنا بس كل هاد ما بيعبي لي عيني. جيمو ممكن تهدى شوي؟ ما بقدر ابك مو سهلة. أبوه وأمه لهالولد هن اللي قتلولي أبي. هذا ما له ذنب. هذا ما له ذنب بابا. ما له ذنب بنور. مهند. مهند. نعم يا خانم. شو ساويتوا بالجزمات؟ حطيناهم بالمستودع. خذوهن ووزعوهن على المرابعين. على راسي يا خانم. تصبح على خير. وانت من اهله مهند. أهلا وسهلا. أهلين أختي. خير شو طالع دورية تفتيش مسائية لحالي؟ وأنت منين جاي؟ كنت أنا وجلنار. لا بلا جد؟ طيب شو صار معكم احكيلي. عم بمزح عم بمزح. شو جنيتي؟ شو بدي بهيك وحدة حولها؟ حقي والله عيونك عم تبرق برق. شقرقتي وارتفع مزاجك. خلص سكوت من غير شي متضايقة. شوفي شو صاير معي؟ رجع اغا رد انتكس. وينه هلا هو؟ بالبيت. مروق عليه اذا بدك اقول له سلامتك. اختي صايره بهالايام عم تفكري كثير برجع اغا. شو عم تقولوا لا؟ ليكي اختي اسمعي من هون ورايح ما عاد في روح لعند رجع اغا. البنت لحتى تطبق الشباب لازم تتقل حالها شوي. لا انا بورجيك انا بورجيك.
مراد. يلا قوم على تختك. يلا. بابا. بابا. هالشي مع سعيد عش وكل واحد راح بمحل. ابك وجيمو راحوا من وش الضوء على الجامعة. على القليل ان تضل عندي ولا تختفي. شبك اختي لا تعصبي من لحة. راح امرق على مراد وارجع. لا تتأخر، مو حلو مشان السيد فروح. ايوة اذا السيد فروح هونيك معناتها بنته هونيك. ايه جلنا رجعي. راح تجننوني ها؟ ايش وما ضل غير جلنار بالبلد؟ فتنا بمشروع شجرتين فستق رح يلزقونا البنت من حيث لا ندري. يا ربي دخيلك من علينا بالخلاص من لسانه لهالولد. أغا شوفي ليلى، ماما زين وقالت بتلبق لك. شفتي بتلبق لها أكتر. بقرفة كلها ما في واحد مثل حقي. ليلى عن جد هالكرافي اللي بقيت لك كتير. لما كنت عم بدرس هون الأستاذ عمر ساعدني وكان كتير منيح معي. شي حلو. أهلا وسهلا إيبك. أهلين فيك زوجي. مرحبا. أهلين. رغبة إيبك بالرجعة لبيناتنا أسعدتني كتير. شاغرها لساته فاضي، رح أقدم لك طلبك لعمادة الجامعة خلال أسبوع بيمشي الحال. شكرا كتير أستاذ. وأنا بشكرك لإلك. وليش بقى؟ بسبب تفهمك وتقديرك لوضع زوجتك. أهلا وسهلا برجعتك عزيزتي. شكرا أستاذ. شو المسخرة هي اللي جايبتين عليها؟ ما في شغل. طيب بس ليش؟ ما حبيته. شو يلي ما حبيته؟ ما شفتي؟ هاد مو أستاذ، مثل اللي طالع من مجلات الموضة. أنت صاير شي لعقلك؟ شوفي استاذ الجامعة اللي بنعرفه بيكون ختيار اصلع وعليه كرش هالقد. لاقيلك هيك واحد وبسمح لك تشتغلي. جيمون لا تتعبي حالك، الموضوع انتهى. اهلا وسهلا فيكي. لا يا ما قطعوا شي راس لجيبه بالارض. ملا استاذ لا بابا. صباح الخير. ليش قمت؟ أنا منيح ما فيني شي. بس لازم ترتاح. اليوم جاي لعندي ضيوف من العشيرة، كبير الكل رجاء آغا أكيد ما رح يستقبلون وهو قاعد بالفرشة مثل العاجز. قولي الخدم يقيموا هالفرشة من وشي. وليش جايين للضيوف؟ والله ما بعرف، بس يجوا رح نفهم ليش جايين. فربني
بيتي.